يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الإبل التي أقوم بإطعامها طيلة السنة هل عليها زكاة؟ إن كنت تريدها للبيع عليها زكاة العروض لأنها سلعة للبيع، أما إذا كنت تريدها للقنية فليس فيها زكاة، ما دمت تعلفها أكثر السنة ليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة. ومن شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، أي راعية للحول أو أكثره من الكلى. نعم.